بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي، إن شاء الله هنحل مع بعض النهاردة الهوم ورك الأولاني على تشابتر 1 ليسون 1. أول سؤال بيقول لي: هو إز ذا ساينتست هو بيليف ذات ماتر إز كومبوزد أوف ووتر إير داست فاير؟ مين اللي قال إن الماتر بيكون فيها الأربع حاجات دول يا شباب؟ طبعًا أرسطوتل. بور ده يا شباب عمل لنا أتوميك موديل بعد راذرفورد، ودالتون فيرس أتوميك ثيوري، لكن اللي قال ووتر وإير وداست وفاير وما قالش أتوم خالص طبعًا كان أرسطوتل. ذا ساينتست هو ريجيكتد ذا إكزيستنس أوف أتوم. مين اللي رفض وجود الاتوم؟ الديموكريتس؟ لا طبعا، ده الديموكريتس كانوا ناس محترمين جدا، قالوا ان اي سبستنس كان بي ديفايد اند سب ديفايد تيل ريتشنج تو ا فيري سمول بارتيكل كانت بي ديفايد كولد اتوم which means no divide. دالتون ده فيرست اتوميك ثيوري، ده عمل ثيوري اصلا اسمها اتوميك ثيوري، وقال ان اي حاجه فيها تايني بارتيكل كولد اتوم. ارسطوتل طبعا هو اللي رفض وجود الاتوم لانه اصلا قال ان الماتر بيكون فيها اربع حاجات: ووتر اير داست فاير. وات از ذا نيم اوف ذا ساينتست هو واز ذا فيرست to give theory about the composition of atom. مين اللي قال اول theory about the composition of atom؟ طبعا مين هو يا شباب؟ دالتون، first atomic theory. The scientist who hypothesized that the compound are composed of a certain element combined in a simple numerical ratio. طبعا دالتون ده البند الرابع في الثيوري بتاعته، لما كان بيقول ان الكومباوند consists of constant weight ratio، يعني مثلا ال H2O ما ينفعش مثلا اجيب عدد ال H اكتر من 2 وال O واحده، يعني ما ينفعش مثلا اقول H3O، ما ينفعش واقول له دي ميه، لا، طالما water يبقى H2O فلازم تبقى constant numerical ratio، يعني ratio ثابته ما بين عدد الاتومز وبعضها. Each of the following among Dalton theory postulates except، يعني كل ده من ضمن كلام دالتون ما عدا اول حاجه: اتوم اوف ذا اليمنت كونتين بروتون نيوترون اند الكترون. فاكرين ده كنا بنشرحها في الحصه ازاي؟ الراجل بيقول لك دالتون على كلامه السؤال يعني بيقول ان الاتوم فيها بروتون ونيوترون والكترون. لا طبعا، ده احنا كنا بنقعد نهزر ونقول دالتون قال ان الاتوم فيها حاجه واحده، طب ايه هي الحاجه دي؟ افتكرت كده معايا؟ ما قالش ايه هي الحاجه. طب يعني الاتوم فاضيه؟ لا مش فاضيه، هي فيها حاجه، ايه هي؟ وهكذا. وبالتالي يا شباب الاتوم مفيش فيها الكلام ده كله، وبالتالي يبقى هنختار اول واحده اكسبت دي، لكن الباقيين كلهم تبع دالتون. تعال نقراهم: ذا ماسز اوف ذا اتوم اوف ذا سيم اليمنت ار سيميلر، ذا اتوم از انديفيزبل، اتش اليمنت از فورمد اوف تايني بارتيكل كولد اتوم. طبعا دي كلها بنود الثيوري بتاعته. Which of the following examples agrees with Dalton postulates؟ ايه من الحاجات دي اجري يعني بيتفق مع كلام دالتون؟ يبقى انا عايز حاجه تبع دالتون. اول حاجه: The atom which are found in a sample of chlorine resemble which are found in a sample of sulfur. لا طبعا، لان الكلورين غير السلفر، وعلى حسب كلام الراجل ده قال ان atom of the same substance are similar, atom of different are different. فالكلورين غير السلفر فهيبقى ده غير ده، يبقى دي مش تبعه. تاني حاجة: The properties of the molecules of hydrogen and oxygen differ from their properties in water molecule. البروبرتيز بتاعت الهيدروجين والاكسجين هتختلف عن بروبرتيز بتاعتهم في الوتر مولكيول، لا هتبقى هي البروبرتيز لانهم نفس الاليمنت. هيدروجين كان كومباين وذ اوكسجين تو فورم ووتر مولكيول ان مور ذان 1 نيوميريكال ريشيو، يعني ممكن الاتش يتحد مع الاو يطلع لي ميه في اكتر من ريشيو، يعني ميه اتش 2 او فتبقى الريشيو مثلا 2 تو 1، ينفع يتحدوا مع بعض بطرق مختلفه وتبقى الريشيو رقم غير 2 تو 1؟ مستحيل طبعا. اتوم ويتش فورم ماجنيزيوم اليمنت ار تايني، اي اتوم بتكون اي اليمنت ماجنيزيوم او غيره ار تايني. ده اول بند في الثيوري بتاعته ان الاتوم تايني بارتيكل. The ratio of the number of hydrogen atom to that of sulfur atom in hydrogen sulfide is 2 to 1. الهيدروجين سلفايد H2S. فالريشيو ما بينهم 2 to 1، باينه، هو قالها لي اصلا من غير ما اعرف الرمز بتاعه. This is consistent with one of the postulates of. تمام، ده احد افتراضات مين؟ طبعا فكره ان يبقى فيه نيوميريكال ريشيو ما بين اي اتومتين او اي عدد من الاتومز، يعني طبعا ده كلام مين يا شباب؟ ده كلام دالتون، لانه قال ان الكومباوند بيتكون من كونستنت ويت ريشيو. ديموكريتس، دالتون كونكرد ويز ديموكريتس ان هيز ايديا ذات. دالتون متفق مع ديموكريتس في ان ايه؟ اول حاجه: ذا اليمنت هاز نو اتوم، ان الاليمنت ما فيهوش اتوم. لا طبعا كلام فاضي، الاليمنت فيه اتوم طبعا. ذا كومباوند از فورمد by the combination of its element in constant ratio. الجملة دي يا شباب دي جملة دالتون بس، الديموكريتس ما جابوش سيرة الكومباوند بيتكون ازاي ولا ما بيتكونش ازاي. بعد كده: the atom consists contain vast space. لا ده vast space ده يعني الاتوم فاضية، ده كلام راذرفورد. تمام، هنا الاليمنت هاز نو اتوم، ده ممكن نقول كلام ارسطو اللي هي بتاعت اول واحدة لانه ما اعترفش بوجود الاتوم اصلا. the atom is indivisible، مش بتتقسم لان ما فيش حاجات مختلفة، هي حاجة واحدة. ايوه، يبقى ده كلام دالتون اند ديموكريتس. بعد كده بقول يا شباب: which of the following cases is a gas
ذات كوندكت از اجاز ذات كوندكت الكتريستي. انهي حاله من دول تخلي الجاز يكوندكت الكتريستي؟ اول حاجه هيدروجين جاز ات نورمال كونديشن. الفكره يا حبايب قلبي مش في نوع الجاز، ولا هيدروجين فارق ولا ارجون فارق ولا جاز عادي فارق ولا نوبل جاز عادي فارق، الفكره في الهاي فولتج اند لو بريشر، الحاجتين دول هم اللي يخلوا الجاز يكهرب. نيون جاز ابون اتس ديكومبوزيشن، يعني النيون هو بيتحلل، كلام فاضي. ارجون جاز اندر هاي بريشر اند لو فولتج، العكس. كلورين جاز اندر لو بريشر اند هاي فولتج، طبعا هتبقى هي دي علشان لو بريشر اند هاي فولتج، انا لا فارق معايا لا كلورين ولا غير كلورين. وين ذا بوتنشال ديفرنس بتوين ذا تو الكترودز اوف ديسشارج تيوب، كلمه ديسشارج يعني مش مشحونه يعني لو بريشر، اراوند 10000 فولت. ونوتس ذات، نلاحظ ان اتس الكتريكال كوندكتيفيتي اوف ذا جاز ديكريز، الكوندكتيفيتي هتقل. يعني لما اكون عامل ديسشارج تيوب يعني لو بريشر، و10000 فولت يعني هاي فولتج، ده المفروض الكوندكتيفيتي تزيد يا باشا. بيقول لي ذا ريزيستنس اوف ذا جاز ان ذا تيوب تو ذا الكترون باسج انكريز، مقاومة الجاز في التيوب لمرور الالكترون تزيد، يعني الجاز مش هيخليها تمشي؟ لا طبعا. افلاش اوكرز ات كاثود، هو الفلاش بيطلع تمام، سوري الكاثود ريز بتطلع من الكاثود، الفلاش بيظهر فين؟ على التيوب ذات نفسها. افلاش اوكرز اون ذا وول اوف ذا ديسشارج تيوب، هنختار مين يا شباب؟ دي. بعد كده بيقول لي ذا ابريتس ويتش از الستريتد ان ذا اوبزيت فيجر دازنت برودوس كاثود ريز، الجهاز ده ما طلعش كاثود ريز. لو بصينا على الجهاز هتلاقيه كاتب لك كده سورس اوف الكتريستي، وكاتب لك هنا كده اير، ممكن تكون مش باينه عندك شويه بس هي باينه هنا كويسه اهو، تمام كده اير، اير يعني فيه هواء، يعني المفروض انا مش عايز هواء، ده انا عايز لو بريشر من الهواء، تمام كده؟ بيقول يا شباب وي نوتس وات از ذا موديفيكيشن ويتش شود بي انتروديوسد تو اوبتين ذا ريز، نعمل ايه عشان نحصل على الريز؟ اول حاجه altering the connection of the electrodes of the source of electricity، يعني ابدل التوصيلات بتاعه مصدر الكهرباء، مش هتفرق هو كده كده السورس. لو كان قال لي مثلا ان انا اخلي السورس 10000 كنت هقول له اه يبقى اللي في الرسمه مش 10000 وده كلام منطقي، لكن بقول لك ابدل مصدر الكهرباء لا مش هي القصه. heating the anode instead of cathode، انا ما بسخنش حد يا حبيبي، لا anode ولا cathode ولا اي حد. using an alternating current source instead of direct current، لا طبعا برضو انا ما بيفرقش معايا alternating current من direct current، لا يفرق معايا الفيشه ولا يفرق معايا البطاريه، انا عايز 10000 فولت وخلاص. اخر حاجه discharge يعني ادي هير ولا اسحب هواء، اسحب هواء. تشارج يعني بدي الحاجه، discharge يعني بسحب الحاجه، discharge اير فروم ذا تيوب، اسحب الهواء من التيوب. ايوه طبعا لان التيوب فيها هواء واحنا عايزينها تكون لو بريشر، يبقى 11 هنختار دي. 12 electric discharge experiment of Thomson proved that the atom، الديسشارج بتاع تومسون اثبتت ان الاتوم كونتين فاست سبيس، لا ده كلام رازرفورد يا حبيبي. كونتين بوزيتيف تشارج نيوكليوس، لا برضو ده كلام رازرفورد يا حبيبي، هو في الاخر عمل موديل كده وقال ان فيها بوزيتيف بس مش ده اللي طلع من التجربه، اللي هو اكتشفه من التجربه حقيقي الكاثود ريز اللي هي الالكترونز يا شباب اللي هي النيجاتيف تشارج، تمام كده؟ از سوليد، الاتوم سوليد، الاتوم سوليد علشان هو قال ان فيها الكترون وبروتون بس مش دي الحاجه اللي هو اكتشفها، عايزين نشوف الحاجه اللي طلعت من التجربه ذات نفسها يا شباب، كونتين نيجاتيف تشارج الكترون، طبعا هي دي الاجابه لان ببساطه النيجاتيف تشارج الكترون هي اصلا مين يا شباب؟ هي الكاثود ريز، تمام؟ بعد كده the cathode rays consists of a very fine particles called، الكاثود ريز فيها fine particles called مين طبعا يا شباب؟ called electron، الكاثود ريز هي مين يا اولاد؟ الالكترونز. كاثود ريز هاف، الكاثود ريز طبعا اللي هي الالكترون يا شباب نجليجابل ماس يعني هفا، ولكن هل اقدر اقول ان الماس بتاعتها زيرو؟ لا مش زيرو، تمام؟ يعني ما اقدرش اقول هاف نو ماس، ما اقدرش، تمام؟ فاقول هاف ماس اونلي، هي ليها ماس، هاف تشارج اونلي وليها تشارج، اللي هي نيجاتيف يعني هي ليها ماس وليها تشارج، الماس نيجلكتد بس موجوده مش زيرو، تمام؟ نايذر ماس نور تشارج ولا ده ولا ده، لا طبعا ماس اند تشارج طبعا هي دي صح الصح. Which of the following represents the electrical discharging experiment and the properties of the produced cathode rays? Source of the cathode rays. Positive cathode. ايه ده؟ positive cathode هو الكاثود بوزيتيف ولا نيجاتيف يا باشا؟ نيجاتيف كاثود. يبقى انا اخترت دي من قبل ما اكمل السؤال. positive anode negative anode positive cathode. يبقى انا عايز negative cathode. يبقى هنختار دي من قبل ما نكمل السؤال. بس هنكمل. Effect on of an electrical field on these rays. يعني لو انا جبت الكاثود rays وحطيت قدامها electric field.
الكاثود ريز لوحدها كده من غير الكتريك فيلد بتمشي ان ستريت لاين، لكن في وجود الالكتريك فيلد ذا ريز ديفييت يعني ديفليكت. يعني ايه ديفييت وديفليكت؟ يعني هتنحرف توورد ذا بوزيتيف، اتجاه البوزيتيف طبعا، لان الريز اصلا نيجاتيف فطبيعي انها تنحرف توورد مين يا شباب؟ بوزيتيف. 16 when there is no magnetic field or electric field، لما يكون ما فيش magnetic field ولا electric field that affect the tube of the cathode rays، اللي بيأثر على التيوب بتاعت الكاثود ريز، then the rays، لما يكون ما فيش magnetic field ولا اي حاجه بتأثر على الريز، الريز هتحصل لها ايه يا شباب؟ طبعا travel in a straight line، يعني تبقى ماشيه straight line عادي جدا ولا فارق معاها اي حاجه. 17 when a beam of cathode rays falls on a sheet of platinum، لو انا جبت الكاثود ريز على شيت بلاتينم اي معدن، لو جه عليه الكاثود ريز، الكاثود ريز هاف ثيرمال افكت، يعني التمبريتشر بتاعته هيحصل لها ايه يا شباب؟ هتسخن، لان هو الكاثود ريز اصلا بطبيعتها سخنه، هاف ثيرمال افكت. 18 the rotation of the light paddle wheel of mica placed on the path of the cathode rays proved that these rays have thermal effect, are positive charge, are negative charge, have mass and travel in straight line. شباب البادل ويل مايكا دي كانها عجله كده، اللايت ريز بتاعت الكاثود ريز لما تيجي عليها، الكاثود ريز دي بارتيكل يعني كانها رذاذ كده، كانها حاجه جت عليها تمام كده، فهتتحرك، فمعناها انها هاف ماس وكمان هتحركها في اتجاه واحد، فيبقى هاف ماس اند ستريت لاين. ذا تيرم الكترون وازنت نون ات ذا تايم اوف ذا ستيتمنت اوف، الاتوم ما كان الالكترون ما كانتش معروفه ايام مين؟ رذرفورد؟ لا طبعا، ده رذرفورد جه بعد سامسون، وسامسون عرفها اللي هي الكاثود ريز، وبالتالي ما ينفعش. بعد كده بور اتوميك موديل، لا الاثنين دول يعني جم بعد تومسون، وتومسون كان عارفها. بور موديفايد اتوميك موديل، التعديلات على بور، لا طبعا هنختار مين يا شباب؟ تومسون. واحد يقول لي طب ما تومسون هو اللي اكتشف الالكترون، افاجئك واقول لك ان تومسون ما سماش الكاثود ريز الكترون اصلا، يعني علميا طبعا في السؤال ده يا جماعه احنا بالاستبعاد اخترنا تومسون عشان ما حدش يقول لي ايه ما هو تومسون هو اللي اكتشفها. طب ماشي، واحد يقول لي ما كانتش معروفه عند رذرفورد، لا ده رذرفورد جاي بعد تومسون وشور كان فيه الكترون، كذلك بور وبور يعني تمام، بور موديفايد يعني تعديلات على بور، او بور اتوميك موديل ذات نفسه، فالاجابه تومسون. تومسون ما سماش الالكترون بالاسم ده، تومسون على فكره مات وهي كاثود ريز، وبعدين ابنه جه بعد منه اشتغل على نفس التجارب وبعد كده نيم للكاثود ريز بالكترون. نمبر 20 which of the following properties is strong evidence which proved that the cathode rays exist in all material، ايه اللي بيثبت ان الكاثود ريز exist in all material، اللي هي كلمه احنا قلناها ببساطه شديده اسمها كاثود ريز ار فاندامنتال، كاثود ريز ار بيزك. اول حاجه هاف ثيرمال افكت، الكاثود ريز فعلا هاف ثيرمال افكت، ولكن هل ده اللي يثبت انها موجوده في كل حاجه؟ لا. موف ان ستريت لاين، هي موف ان ستريت لاين، ولكن هل ده اللي يثبت انها موجوده في كل حاجه؟ لا. كونسيست اوف فيري فاين بارتيكلز، بتكون جزيئات دقيقه صح، بس مش ده اللي يثبت. اللي يثبت ايه؟ اننا لما غيرنا الكاثود وغيرنا الجاز البروبرتيز دازنت تشينج، وي دونت ديفر ايذر ان بيهيفير اور نيتشر، ما تغيرش فيها اي حاجه من صفاتها ولا سلوكها ولا طبيعتها، ايفن اف ذا ماتيريال اوف ذا كاثود تشينج او جاز تشينج. وبالتالي يبقى هنختار مين يا شباب؟ دي. 21 particles like particle like character of cathode rays is indicated by، يعني احنا عرفنا ان البارتيكلز بتاعت الكاثود ريز لايك شبه بعضهم في ايه؟ لما كانوا موف ذا ستريت لاين، لا مش دليل ولا حاجه. لما كان ability to induce a flash on the sensitive plate، لما كانوا بيطلعوا فلاش على البليت، لا برضه. ليه؟ اصل هما كده كده طالعين مع بعض، فطبيعي ماشيين ستريت لاين مش معناه ان هما شبه بعض، كونوا ماشيين ستريت لاين. عملوا فلاش مش معناها برضه ان هما شبه بعض، لكن لما حصل لهم ديفيشن اون باسنج في الالكتريك والماجنتيك فيلد، يعني هما كانوا ماشيين ان ستريت لاين، لما حطيت لهم الكتريك وماجنتيك فيلد قاموا كلهم عملوا ديفيشن وانحرفوا وراحوا عند البوزيتيف، يبقى كلهم زي بعض بدليل ان هما انحرفوا بنفس الطريقه زي بعض، تمام كده؟ يبقى هنختار مين يا شباب؟ هنختار سي. Electrical neutrality was first mentioned in، مين أول واحد قال إن الأتوم نيوترال؟ مين أول واحد؟ ديموكريتس، ده ديموكريتس ما يعرفش الأتوم فيها إيه أصلاً، دالتون ده ما كانش بيقول فيها حاجة، بويل ده عرف الإيليمنت، يبقى مين هو يا شباب؟ تومسون، لأن تومسون قال لها زي البطيخة ويكون فيها البوزيتيف والنيجاتيف مع بعض.